دكتور شرف السكاف موجود معي اليوم بفقرة كوبلز، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. حضرتك دكتور بعلم النفس، أستاذ جامعي وأكيد معالج نفسي. عم نشوف مشاكل كثيرة بين الأزواج مؤخراً بالمجتمعات بشكل عام، بالمجتمع اللبناني بشكل خاص ظاهرة عم تنتشر بشكل كبير. رح نحكي اليوم عن موضوع بفتكر بيصير مع الكل، إن كانوا بعضهم سوا أو إن كان في مشاكل أو إن كان طلقوا أو ما طلقوا، يلي هو الانتقام بين الثنائي بين الأزواج تحديداً. لينكيات الانتقام بيصير في قصص أوقات بتخرب علاقة من وراء ردة فعل يمكن منا واعية. شو بنحكي عن الانتقام بين الأزواج؟ الانتقام أولا هو أداة دفاعية، يعني ما لازم نفتكر أنه الانتقام دايما هو شيء عاطل، هو بآخر المحال هو على الصعيد الأخلاقي أكيد أن ننتقم من الشخص بطريقة مؤذية أكيد شيء عاطل، بس هو نتيجة مش سبب. يعني لما الشخص بيلتجئ وبيفكر باستراتيجية انتقام من الشريك، من الحبيب، من شخص، يعني معناتها عم ينتقم أيضا من ذاته عبر هذا الآخر، يعني بمطرح فيه نوع من الشيء منكسر عند الشخص، في ديسبسيون، يعني في نوع من الإحباط، وبالتالي لمواجهة هذا الإحباط ولعدم قدرته بنفس الوقت، في عنا كتير مرضى وفي كتير مش ضروري كل العالم، يعني ناس تكون عندها الاضطراب النفسي، في ناس ما عندها اضطراب نفسي بطريقتها الحياتية، ما عندها القدرة على مواجهة أزمة أو مواجهة إحباط معين، فلجوءها بيكون مباشرة للانتقام. فإذا المواجهة هو أولا عدم القدرة على المواجهة، عدم القدرة على تقبل خسارة معينة، يعني هو مانك داندوي، يعني غياب لا حداد نفسي. ولما بنحكي عن الحداد النفسي يعني انه الانسان يتقبل خساره شيء، خساره فرد، خساره علاقه، خساره شيء كان بيملكه، خساره معركه. فلذلك دائما في ارتباط وثيق بين الانتقام وتقبل الخساره او تقبل فقدان شيء معين، فهذا الشيء كتير لازم نحطه بالراس. علماً أنه الخسارة ممكن تكون خسارة مؤقتة، يعني وإذا ما منلجأ لردة الفعل يلي هي نابعة عن عدم حب أو يعني نوعاً ما بيصير كأنه كره، يعني فينا نلجأ لغير وسائل وطرق ويمكن نخلص وضع معين، ولكن الانتقام بيصير وكأنه نقطة لا رجوع. هل هو هيك أو ممكن كمان نتراجع عن انتقام معين حتى ولو صار؟ يعني لما بيصير في انتقام بين زوجين خلص يعني وكأنه بتفرط بالمرة، ما هيك؟ الانتقام اولا في يكون انتقام فانتاسمي وفي يكون في انتقام اكزيكوتي، يعني في عندنا الشريك يفكر بسيناريو انتقام وما يقوم بتنفيذه، وممكن شريك يفكر بسيناريو انتقام ويقوم بتنفيذه. ولكن الانتقام اجمالا هو فعلا مثل الدروغ، يعني الانتقام بيصير يغذي البولسيون دو مور اكثر واكثر، كل ما بنصير ننتقم من الشخص كل ما بنرجع شيء زيادة أكتر وأكتر وأكتر، مش إنه بتوقف مطرح. يعني ما نفتكر إنه الانتقام هو اليوم أنا رحت انتقمت من الشخص وانتهى الموضوع. الانتقام بيشبه الدروغ، بمعنى إنه كل واحد جرعات لا بدي جرعة أكتر وجرعة أكتر، بنفوت بدوامة إلى أول ما إلى آخر، يعني سبورس لا أنه ستوكسيك، يعني منا شيء ناجح. ما بدنا نكون بالديسكور مورال، يعني بالخطاب الأخلاقي ونقول أنه لا مش لازم وما بيسوى. نحن كمحللين نفسيين بنسأل السؤال، ليش الإنسان عم يفتكر بسيناريو الانتقام؟ أوقات فيه لذة أيضا، يعني أوقات بتلززوا الناس لما بيأذوا حدا، شريك خانون، شريك تركون، شريك عملهم بطريقة سيئة، منحسوا كأنه فيها اللذة هالفرح أنه عم نأذيه نحن كمان مثل ما هو أذينا. من وين بتنبع؟ من بينبع الشعور؟ لا أنه أنت في شيء ندق بالأورجاي عم تحكي انه الشريك اللي خان، يعني مثل كانه الشريك اللي خضع اللي كان ضحيه الخيانه بيخدع على صعيد العنفوان،
والانسان لما بتدق بالعنفوان تبعه عم بتدق بصميم قلبه مثل ما نقول بالعربي يعني. فاذا دقيتي بالنرجسيه تبعه فشو بده يشتغل؟ ممكن ما بالنسبه له قدامه غير وسيلتي روح يلا انا بدي انتقم من الشخص. فلذلك الانتقام هو رده فعل اولا، وثانيا ما عندهم القدره، غالبا اللي بينتقموا بنشوف انه ما عندهم القدره على المخاطبه، ما بيقدروا يعني ما عرفوا كتير يخاطبوا. والانتقام هو لإعادة الاعتبار للذات. لما بتنتقمي من الشخص الآخر بترجعي تعملي إعادة اعتبار لذاتك. معناتها المشكلة مانا مع الـ يعني الشريكة، صارت المشكلة مع نفسي، مع إن كان بقصة الثقة بالنفس أو تخطي المشاكل والخسارة. وكمان الانتقام عم يرجع لي نوعا ما. قبل ما نحكي عن هالموضوع قد ايه ممكن يأذي الشخص نفسه، خليني أذكر مشاهدينا بأنه فيهم يتصلوا فينا على 0464، ممكن يطرحوا علينا مشكلة حادثة صارت معهم، انتقام ما عم يقدروا يخلصوا منه، ونحن منجرب أنه نعطي كمان هيك نوع من حلول أو نوع من طريقة بديلة للانتقام، رح نحكي عنها بآخر الحلقة. ليه الشخص بيأذي حاله طالما العلاقة انتهت، طالما ما بقى في أمل من هالشريك؟ شو بده يكون الضرر الأكثر بعد؟ هلا أول شيء بالنسبة للعلاقات اثنين مع بعضهم، يام منشوف إنه في علاقات متنوعة، في عنا شريكين بيعيشوا مع بعضهم تحت سقف واحد، في عنا علاقات إكسترا كونجوجال يعني خارج الإطار الزوجي، وهون الانتقامات يلي بتصير. هون بنصير ليش بتصير أكثر؟ لأنه هون في شيء بنسميه الحب المستحيل، يعني أنت مع شخص ما رح يترك كرمالك أو ما رح تترك كرمالك، يعني كان ذكر أم أنثى، عم نحكي عن الجنسين. فالشخص اللي بيكون بنوع من هيك علاقة بيفتكر إنه إذا انتقم من الشريكة عم ياخذ إعادة اعتبار، لأنه كان على طول موجود بالظل. بالعلاقات المستحيلة المرأة بتكون بالظل والرجل أيضا بيكون بالظل، فمثل أنه هالنرجسية اللي بترجع بتقوى عند الشخص، أنه أنا كان في استفادة مني بهالعلاقة، بس ما بينسى الشخص أيضا البنفيس اللي كان هو كمان طلع له من العلاقة. يعني الانتقام ببعض الأوقات بخليه للشخص يفكر بطريقة سولو، يعني بخليه يفوت بنوع من النارسيسيزم بريمير اذا بدنا نقوله، يعني النرجسيه الاوليه، يعني بينفصل عن الاخرين، بصير بس كل شيء عم يبرم بالفلك تبعه، وما ما بيعود يعرف يعمل نوع من الريلاتيفيزم، يعني النسبيه اذا يعني اول انه او عقلانيه او عقلانيه، انه انا مثلا حصلت على هالشيء بهي العلاقه، هي حصلت على هيدا الشيء، انا عطيت هيدا الشيء، هي عطت هيدا الشيء. ما بيعود في عنا اذا بدك هالقدره على منكون ماخوذين بالبولسيون، يعني وما بنعود نفكر بطريقة ديناميك، منصير نفكر بطريقة سولو. وهون الخطر، لأنه الإنسان لما بينتقم أيام بيكون عم ينتقم من حاله بدون ما يدرك. وما ننسى شغلة بالمردودات السلبية للانتقام، لانه ما في شيء انت بتعطيه غير ما بيكون له رجوع لك سلبيه، ان كان لالي او لغيري. بس يعني عم تذكر العلاقات المستحيله او هالعلاقات الممنوعه يعني نوعا ما، قد ايه بيصير من وراها وعم نشوفهم عبر شاشات التلفزيون، فضايح، خربان لعيال، خربان لاجيال كامله من وراء رده فعل انتقاميه. بينفضح الموضوع، بيتضرر هالشريك ان كان رجل او مراه يلي هو مزوج مرتبط عنده عائله، يعني الانتقام بيكون هون اكبر بكثير من حجم يمكن الاذى او من حجم العلاقه اللي فشلت او غيره. يعني ليه بتصير فيها رده الفعل المبالغ فيها؟ يعني الانتقام بيصير اكثر بكثير من المشكل اللي بنفسه. حكيتي على الديغا تبع الفانجنس، يعني النتائج السلبيه للانتقام. فهي النتائج السلبيه، الانسان لما بينتقم اللي عم تنعكس على غيرك بدك تشوفي هي قديش معكوسه بذاته. شو بيصير؟ يعني قديش هالشخص اللي ولد
مشاكل عند الآخرين وهشمهم وبهدلهم جرسهم خلق خرب عيال مثل ما قلتي، قديش هو بحياته حياته مخروبة، قديش هي ممكن أيضا تكون إذا عم نحكي عن امرأة حياتها مخروبة. بالنتيجة الانتقام كأداة دفاعية هي انعكاس لمدى الخراب النفسي اللي عنده إياه الشخص، يلي بالأساس عنده إياه ديجا. إيه أكيد، لأنه هي لما عم تأذي الآخرين وعم بتصير العائلة مشرذمة، يمكن هي كمان كانت عايشة بعائلة مشرذمة، رجعت عملت شيء من بنسميه إنه يعني رتور، رجعت عملت تكرار لشي كانت هي عايشته. مثلا البيرسوناليتي بوردر لاين غالبا ما بالعياده بيبقوا عم بيفكروا على طول بسيناريو انتقامي، وايام ما بيروحوا للانتقام ايام بيروحوا للانتقام. ليه طيب بيفكروا بهالسيناريو؟ لانه عايشين عقده الهجر اللي عاشوها بعلاقتهم الاوليه مع الام، مع المحيط اللي ما تقبلهم، مع المحيط اللي ما اعطاهم الاهتمام الاساسي، فهن بيرجعوا بيعيشوا هالاكسبيرينس من جديد مع الاخر عبر اداه الانتقام. واو، يمكن تتغير شوي السيتواسيون الوضع، ولكن النتيجه بعد ذاتها والوجع بفتكر بعده ذاته هون. ببعض الاحيان ايضا بيصير في انتقام بس ما بينعلن، يعني الشخص الشخص بيصير عم ينتقم من شريكه من دون ما الشريك يكون عنده علم بهالانتقام. هون بنشوفها يمكن اكثر بين الازواج اللي بعدهم مزوجين، ومنقول كل واحد يمكن صار عنده حياته، ولكن هن بعدهم مفتكرين انه علاقتهم بعدها تمام، او انه الثاني غاضد النظر، او انه الثاني ما انه عارف. يعني بيصير في نوع من طبطين للانتقام، بس بيكون عم بيصير الانتقام هون الضرر بيكون بشكل مباشر على الشريك نفسه، على الشخص نفسه، او كمان بيطال الاخر. اكيد بيطال الاخر لانه هو عم بينتقم بس منه عارف. الاخر منه عارف بس عم بيعيش الاستراتيجيه تبع الانسان اللي عم ينتقم، فممكن فيما بعد يلحظ انه خضع لعمليه انتقام واذا ما عارف مبطنه ابدا كل حياته مبطنه. في كتير كوبليت قدرت طاينت بالحياه هون. في كنت مؤخرا عم بقرا كتاب لميشيل لاريفييه بيحكي ضمنه عن هالحالات، انه في كتير ناس بتعيش انتقام من بحياه كوبل، يعني وبيضل الكوبل عايش مع بعضه وبيتغذوا نرجسيا من الفراغ، لانه بالانتقام في فيد، مثل كأنه هالأشخاص اللي بيبقوا مع بعضهم مش قادرين يطلعوا من الحالة اللي هني فيها، فبيقولوا أنه خلينا باللي نحن فيه أحسن ما نروح على شيء منجهله أسوأ وننأذى أكتر، خلينا بأذى منعرفه أحسن ما نروح على أذى منجهله. وذكرت أيضا التخطيط للانتقام من دون ما يكون في تنفيذ لهالأفكار المأزية يمكن نوعا ما. هون يعني كيف فينا نحلل الوضع للشخص اللي عم بيفكر بهالموضوع ولكن مش عم بيتجرأ بين الليلين؟ يعني هي ما بدها جرأة، هي كارثة انه ينتقم او انه ينفذ هالمخطط. هيدا مين بيكون هيدا الشخص وشو بيعني له التفكير بالانتقام؟ يعني شو بيفيده؟ هلا الفانتازم هو اهميته انه بيخليك تعيشي رغبه معينه بطريقه حتى لو هالايماجينير بيكون فيه كثير اشياء اقوى من الواقع. هو الايماجينير اللي بيخليك تعيشي هال اذا بدك البيبس تبع الانتقام. بس انه ما عندهم هول الاشخاص القدره، لانه بنفس الوقت عندهم كثير عندهم عقده ذنب كثير كثير قويه، فكرمال هيك بيجوا بيحكوها بالعياده للسيناريو اللي بده ينتقم. عاده اللي بده ينتقم ما ببلغ، اللي بده يعلن الحرب بفوت بالحرب، ما بيجي بيقول ما بيشن عليك الحرب. فبتشوفي هون اللي بده ينتقم من الاخر من الشريك ما بيقول له للشريك أكيد. بيعمل فعل بيقول لحدا حتى. وحتى بتجي بتسأليه بيقول لا أنا ما كان قصدي هيك، أنت فهمتيني هيك. بس أنه لما الواحد بيعيش الفانتازم وبيحكي أنا بدي أنتقم منها وبدي فرجيها شو بدي أعمل وبدي وأنا معي التسجيلات، كلهم بيصير معهم تسجيلات بوقت معين. يعني هلا قصة التكنولوجيا الجديدة، التكنولوجيا الجديدة عم بتسهل كتير بفتكر، وعم بتكون هيك مثل محفزة خليني بس أخذ اتصال قبل ما تجاوبني عن هالموضوع. ألو ألو، يا هلا تفضل. صباح الخير. صباح النور. معك إلي داود من زحلة. يا هلا فيك تفضل. بدنا نسأل سؤال الدكتور عن الانتقام. نعم. كيف واحد بده يتخلص من الانتقام الفكري مش الجسدي؟
يعني شخص عم بيفكر بالانتقام كيف بده يشيل هالافكار من راسه؟ ينتقم بتفكيره من الشخص. شكرا لاتصالك. بده يتخلص من هالموضوع، يعني الافكار عم ترجع بباله ولكن ما بده اياها. اكيد، لانه هون حكي شيء كثير، السؤال فيه سؤال مهم، انه الانتقام الفكري من الشخص هو الانتقام من الاخر على طول بيكون على اولا على المستوى الفكري، يعني على مستوى تصورنا للآخر. يعني أيام في أشخاص بيقولوا لك نحن عم نعمل هيدا الشيء لمساعدتك، لنساندك، لنحسن لك وضعك، نحن منحبك، عم نقلك هيدا الشيء مش لنأذيك إنما لحتى لي تكوني على الخط السليم. وبالتالي بطريقتهم اللي بيكونوا عم يحكوكي فيها بيكونوا هني عم بدهم يأذوك، تهديد، مثل كأنه إذا حد ما تهديد فيك تشوفي تهديد، أو حتى بيقولوا لك لا نحن جينا قلنا لك لحتى لمصلحتك. يعني هودي هون كذلك الأمر الانتقام الفكري من الشخص. فبالنسبة لأنه كيف نتخلص من الفكرة، أنه هون صرنا بريتويال أوبسيسيونيل، لما الشخص عم نضل نفكر فيه نفكر فيه، معناتها نحن عم ننتقم من ذاتنا كل ما عم نفكر فيه، من يعني دون من دون ما نوصلوا له الأذى. بس هون لما شخص بيكون واعي على هالموضوع، الشخص اللي تلفنا ما بعرف إذا عنه عم بيحكي أو عن حدا تاني، ولكن الشخص هو واعي على الموضوع، موضوع زعجه ما بده بقى يفكر فيه، فينا نعطي الطرق لحتى يقدر يظهر من هالدوامة هاي، يلاقي بديل للانتقام يلي كنا عم نحكي عنه بأول الحلقة. يعني فعلا الكرمال هيك اسمه هو ريتويال كومبولسيف، يعني اسمه الطقس اللي بيفرض ذاته، يعني كومبولسيف بيفرض تفكيره علينا غصب من عنا. يعني نحن منفكر ننتقم من الآخر لأنه هيدا الدليل أيضا على مدى الانزعاج النفسي اللي عنا إياه واللي ولد لنا إياه هيدا الآخر، لحتى اللي عم نضل نفكر ننتقم منه. فالقصة مش مثل ما بيقولوا، القصة مش رمانة، قصة قلوب مليانة. يعني عرفتي كيف؟ يعني بيكون الشخص كتير من أذى من الإنسان اللي عم بيفكر يرجع يأذي، لأنه بيكون دق له بكرامته، دق له بالهالة تبعه، بشخصيته، وما قدر الإنسان بوقتها الآخر أذى، ما كان مسلح نفسياً ليواجه هذا الأذى، فلذلك المدة بتاخد وقت أكتر والشخص بيصير مفوكس على الموضوع أكتر. فكوني محلل نفسي بالنسبة لي أنا هو بالعودة لتاريخ الإنسان والعمل على تحسين صورة الذات والثقة بالنفس ومعرفة من وين إجت فكرة إنه الانتقام، وليش كنا نحن هالقد شفافين لحتى الآخر قدر يأذينا ويصلنا. ويصلنا يعني لحتى قدر يحط إيده على يحط إيده على مطرح اللي مننزعج منه. وبالتالي هون لما منصير محصنين نفسيا صار عنا الحصن انه نرجع اللي بده ينتقم منا لذاته، يعني يعرف انه لحديت هون وبس. وبحب اقول شغله انه اهم وسيله بالانتقام ما تحكوا عن الشخص كثير بالمحضر تبعكم، انما تجاهلوه قد ما فيكم. تتجاهلوا هون بتكونوا انتوا عم بتعززوا الثقه بنفسكم وعم تعملوا حصن لحتى تمنعوا الآخر يخترقكم. معناتها منشيل هالأفكار يلي عم تظهر منا إن كانت فكرياً أو بالتنفيذ أيضاً، منرجع مندخل جوات ذاتنا. أكيد. يعني هون العمل ما رح بيكون عمل كوبل، ما رح بيكون عمل ثنائي، يعني هون ما لازم ينحكى بالموضوع ككوبل. الأفضل أنه الإنسان أول شيء وأول مرحلة يشتغل مع حاله وعلى حاله، وبعدين بيشوف إذا بتنحل المشكلة مع الشريك. أكيد، لأنه المشكلة بالنتيجة الآخر قدامك مش مشكلتك معه، أنت مشكلتك مع التصور اللي عندك إياه عن هذا الآخر. يعني مثلا اليوم في عندك حدا بيشوف فيك إنسان ناجحة بار إكزامبل، منه مزعوج منك انت كشخصك، مزعوج من الصوره اللي وديتي له اياها اللي هي صوره النجاح. فبالتالي كيف بده ينتقم منك؟ بيصير ببلش يعمل متركاج، بس ما عم بيعمل متركاج على البيرسون، عم بيعمل متركاج على ريبريزنتاسيون. يعني نحن على طول بالحياه بدنا نحط فكره انه بمشاكلنا بثقافتنا اللبنانيه على طول عندنا انه قال لي
انه انا منيح يعني انا منيح، قال لي انا عاطل يعني انا عاطل، بنبقى على المستوى الاول من المعنى، انما الامور هي على المستوى الثاني والثالث والرابع، يعني في عنا ابعاد. فلذلك بنحكي على التصور، لما الانسان بيجي بده ينتقم من الاخر ما عم ينتقم بس منه كشخصه، عم ينتقم من التصور اللي عنده اياه عن الاخر. هيدا كتير مهم ننتبه له. يعني إذا عندك إنسان ناجح واللي مقابله اللي عم ينتقم، ما عم ينتقم منه، عم ينتقم من النجاح تبعه، حتى الغلطة ما بيرد له، حتى الغلطة. يعني لما شخص بغلط مع الثاني، لما الشخص بعلاقة بيوجع الثاني، بيكون عم بيوجع هالصورة يلي عنده إياها منه. معناتها هون يعني اللي ذكرته الشغلة كتير مهمة بفتكر، وهي بتخلي كل شخص اليوم يرجع لحاله من كان في انتقام أو لا، لحتى ما يوجع حاله بعد أكتر أنه يشتغل على نفسه. بدنا نحكي شوي، نفصل هذا الموضوع ونقول كيف الطريقة يلي لازم تصير فيها الأمور. خليني أخذ اتصال تاني. ألو ألو، يا هلا تفضلي. هلا بونجور، أهلين تفضلي. بليز بدي احكي عن حالي، يعني انا صراحه لما بحكي فيها بصير برجف. بدي احكي عن اثنين اخوه، هن كثير يعني واحد من بيناتهم كثير قلبه طيب، بس هذا اللي قلبه طيب صار معه حادثه من زمان بايام الحرب، يعني خيو اغتصبه هيك بيقول. ما بعرف كيف بدي اقولها. فكبروا يعني هلا واحد منهم تجوز وصارت معه مشكله للتجوز، وقعد بالبيت مع اهله طلق يعني. مع الايام خيو انتقم منه بشكل كثير فظيع. مين يلي طلق؟ يعني الشخص اللي معتدي ولا الشخص اللي مغتصب؟ لا، اللي عم بقول عنه قلبه طيب. هو اللي طلق؟ لا الثاني. اوكي. هيك عايش مع امه كثير حنونك، بس بيقول لانه اغتصبوا خيه من هو. كيف انتقم منه؟ فانتقم منه لما اجى قعد بالبيت، فهلا ما بدي اقعد لهم بالبيت بالمره، فاي شيء بيصير المشكل بيصير بيناتهم، يا بيعور له عينه يا ما بعرف شو بيصير بيناتهم، بس هداك انتقم منه بطريقه بشعه. يعني كيف؟ بقول لك ما راح اقولها على التي في، بس يعني جسديا؟ باردون؟ جسديا يعني؟ ايه. بس نحن يعني خلصناهم بطريقة إنه هداك عنده مشكلة نفسية، وصل لمرحلة مع مرته وإجا قعد بالبيت مع أمه. يعني نعم، شو سؤالك؟ عمل شوك كتير بشع يعني. اليوم شو المطلوب أو شو الوضع اليوم وشو السؤال؟ هل عايشين مع بعضهم بالبيت؟ بس ما بتيقوا بعضهم، ما بتيقوا بعضهم بالمرة يعني. فشو الحل؟ على طول في انتقام بيناتهم، شو الحل بليز دكتور؟ أهلا وسهلا فيك مدام. هون انتقام بين أخوة مش انتقام بين ثنائي. هل هون في question mark على كل حال، هل هن أخوة أو ثنائي؟ أولا هون في يعني سوري على الهوى، الموضوع كتير دقيق بالنسبة لي، دقيق، وبفضل لعدم إثارة أي التباس حيال تأويل ممكن أعطيه لهالحالة، لأنه في كتير مواضيع مشاربكة مع بعضها. بيتعالج الوضع؟ هيدا السؤال. أكيد يعني بيتحسن. أكيد بحب. أنا مرة قلت إنه اللي بيوعدكم بالشفاء بيكون عم يعملكم أكبر خدعة. يعني مؤسس التحليل النفسي كان يقول دائما التحليل يساعد المرء على أن يجد الاستراتيجية النفسية الملائمة للميكانيك النفسية تبعه. يعني نحن بالحياة منحسن ظروفنا النفسية لمعالجة المشكلة، وبالتالي ما في شفاء 100%. بالنسبة لهالموضوع في شوي متغير ثقافي، لأنه نحن بالمجتمع اللبناني عنا الشيم سوسايتي، يعني عنا ثقافة العار واللي ما منقول. بس بنفس الوقت كل ما منقول عم ينقال الشيء بطريقة أو بأخرى، وعم ياخد أبعاد غلط. فهون بالنسبة للكا فعلا يمكن أول شغلة ممكن أقولها هن أنهم يلجأوا لكونسلتاسيون. على كل حال يعني هيدا اللي بدنا نقوله، أنه ممكن تتصلوا تحت الهواء وتاخذوا رقم دكتور سكاف، هو طبعا جاهز لحتى يساعد دايما. انتهى وقتنا لليوم، بدي أشكرك جدا على هالمعلومات الدقيقة كتير فعلا اليوم، ومزعجة بمحل معين، بس عرفنا خلاصة أنه كل شخص لازم يقوي حاله ما يوصل له الآخر بأي طريقة بتوجع أبداً. شكراً لوجودك معنا دكتور شربل سكاف. بريك ومنتابع، خليكم معنا.